طيب، قال يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه: القلوب كالقدور، ها القلب كما أسلفت في المقدمة كالقدر كالإناء، قال: تغلي بما فيها، والألسنة مغارفها. تأمل، لهكذا أنا يعني الرجل الذكي الفطن يعلم هذا بماذا يفكر من لسانه. يعني مجرد ما تجلس معه: يا شيخ شفت الأرمادة اليوم إيش بلاها؟ ما شاء الله 12 كرسي، تكييف روعة، فيها GPS كذا. طيب، تعلم أنه ميتم بالسيارات، خلاص هذا يعني كل همه السيارات. تجلس مع رجل مثلا: والله بنك كذا جعل الفائدة كذا بالمئة. والله تعلم أنه يعني يموت في القروض مثلا. تجلس مع الرجل: ترى هذا الثوب من بلجيكا، يعني يهتم بالمظهر. تجلس مع الرجل: والله قال عليه الصلاة والسلام كذا. تعلم أن هذا الرجل يعني يحب الله ورسوله. فالمرء يعلم بلسانه، لأن اللسان هو أداة تواصل بيني وبين الجسد. تقول لي لغة جسد، لغة الصم والبكم، أقول لك أنا أتكلم عن اللسان. الطريقة التواصل بين ما في جسدك لعقلي هو اللسان. لهكذا فليتق الله كل إنسان بلسانه.